أو يد شعرية كتبها من أجل هذه الفعالية. أنا جاي. تعال بسرعة بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي ثلاثة مقاطع لضيف العزيز الأستاذ عبد الباسط ربنا وللأخ الكريم الدكتور كيلان وإلى الدكتورة المبدعة هلا. المقطع الأول: يوم هو هذا يومنا الذي نحن فيه، يوم بهيج قد سقى الأرواح كأس السرور فأبعد الأتراح، واخضر روض ما رعيناه السبا إلا لنجني زهره المبواح، شمخت رؤوس نحو علياء السما حق الشموخ فعزنا قد لاح، جمع يسير بركبه عزب وقد حملوا الإعاقة في الصدور وشاحا، الصبر والإصرار كان سلاحهم، بالعلم خطوا منهجا وضاحا. المقطع الثاني: تاج الأمومة للدكتورة هلا. تاج الأمومة فوق رأسك كلنا، والصبر والإيثار فيك تمثلا، والعلم والإخلاص فيك سجية، قد صرت رمزا للمفاخر والعلا، وجمعت ما بين المحاسن والعلا، فبك الرجاحة والجمال تمثلا، حياك صوت المجد نادى في الورى، يا مرحبا أهلا وسهلا يا هلا. المقطع الآخر لأخي الكريم الفاضل كيلان: جاوزت أبعاد الهوى وحدوده، وعشقت أزهار النهى ووروده، وأعز من منجى الغريق مودة ستظل في قلبي لها أنشودة، إن رمتم مثلا لبعض أحبتي ذا بينكم كيلان في الحمولة. الله الله بسيطة تعالى حضور الوفد العراقي. تجينا على هذه الأبيات المعبرة من أصل القصيدين، يكلم رئيس المؤتمر الثاني للإعلام والإعاقة، رئيس المركز العربي للإعلام التخصص، يكلم الوفد العراقي. شكرا.